بخطوات واثقة وإرادة صلبة، رسم الشاب أحمد خالد مسار حياته بعد أن قضت الأقدار بإعاقة أطرافه السفلى وهو في 9 من عمره جراء مرض نادر. هذا الحادث جعله اليوم في طليعة ذوي الهمم لتحقيق مستقبل علمي مرموق بعد أن أكمل دراسته وصار صيدلانيا معروفا في محافظة المثنى. طبعا أنا انولدت حالي حال أي طفل، يلعب يتونس يضحك ما عندي أي مشكلة. أتفاجأ لما صار عمري 9 سنوات عندي مرض عصبي نوعا ما نادر يسحول سباينا بفيدة وتثرت كول سندروم. هذا شنو السبب؟ لسبب لإعاقة برجلي، انحراف بالأقدام، ضعف بالعضلات. قمت أحس بيه مرور زمن تدريجيا من الخامس ابتدائي لحد المتوسطة والإعدادية، عانيت ما عانيت والحمد لله وشكر أني صيدلاني حاليا. السلام عليكم. وفي عام 2015 اختير أحمد ضمن 99 طالبا مميزا في البلاد للمشاركة بدراسة أكاديمية دولية ليكون من خلالها عضوا فعالا بمنظمات إنسانية تنادي بحقوق ذوي الإعاقة. بال2015 اختاروني أفضل 99 طالب عراقي، هذا اعتبره شيء منجز كلش كبير إلي. ورحت على الولايات المتحدة الأمريكية، درست عن مهارات القيادة وإمكانية ومهارات التواصل. وبصراحة أنا ما وقفت بس بمجال الصيدلة، لا، حاولت أترك بصمة بمجال الإعاقة بالمنظمات اللي بالمنظمة اللي أشتغل بها اللي هي أيادو. ورغم الإعاقة الجسدية التي لازمته منذ صغره إلا أن الابتسامة لا تفارق محياه في التعامل مع الحياة بحسب رفاقه ليضرب مثالا يحتذى به ويؤكد للعالم أن الإعاقة إعاقة الفكر لا الجسد. أنا متواجد وياه بالصيدلية أساعده بالشغلات اللي يحتاجها، لأن كمسواق مذاخر كتسديد للمذاخر أنا وياه دائما. صفة بيه كلش حلوة هي ابتسامته، يعني العلاج والابتسامة يا أخي فد شيء حلو. هي بين كرسي متحرك. عندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع أي شخص توظيف قدراته ويتجاوز العقبات ليحقق ذاته على طريق النجاح، وهذا ما برهنه الشاب أحمد خالد في مسيرة حياته. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.